هاتي هاتي الهافة احلوات وقعوات كده ليه مات؟ انا مش عادل. مال انت مين يا عمر؟ يا جدي يا جدي، دي مراتي يا جدي. جدتو جدتو هاف كده هاتي هزو. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو، شايف الواد اللي اتقتبه يا نعام؟ شايف الواد اللي اتقتبه؟ يا نهار اسوح يا نهار، يا انت انا السبب في وجودك يالا. معلش يا جدو، من حفر حفرتها لاخيه وقع واترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطه، وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي، دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورده ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضه. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها. وايه اللي معاك ومع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو اب امك اللي كان سبب انك انت امك جت وجاي النهارده في القشاش، مش تقف في المحطه تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه. اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي ادوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، مهنش عليه انك تبعد عننا، فأصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جد انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جد، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله. لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام تكون في الماتش رون. طلعين بقى وبعدين بقى ايه بالصفافية اربعة عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه دي، واحنا ده مفيش بقى، ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دوله؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل يا هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره، على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمامه جدي. شوف الواد الهوزو الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمرة بقى يغطيكي ويحكي لك حدوتة قبل النوم. ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشين تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حباب، ده تيكلينج تيكلينج ده ناس هبلة. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضة واحدة؟ حصرت الصيف واسعة. وبعدين لا لا لا، وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما برتاحين كده هون، والرجالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 جدو، إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوك هو عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعر، ده انا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معشعش ومخرم طول الوقت. وبعدين يعني انا عايز اوضه. بص انا هسرح ومطرح مبروك. نزرع شجره. بس يا هبله. انا بتتريق على جدك يا بنت؟ لا ده انت وقعت مع جد، ده انا اصيع جد طالع في الشرقيه الغربيه. انا اسفه انا اسفه جد، اسف حقك عليا. يا سلام، القوي فيه اللقوة منه. جدو اشتمني اضربني. بص انا مبهور بيك يا جدو، انا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني. ايه على اهلا على بجدع يا جدع. طبعا،
وراحة الجسم تبدأ من القدمين. خد رمز يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي وانت ما جبتليش هدية معاك وانت جاي من السفر؟ هدية؟ هدية جبتلك هدية. هدية. انا كفاية عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفاية عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمارة ان انت بتدوري على الهدية. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهدايا فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي. ادي جبتلك بقى خمس حقن. خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا. بتاعت ليبيا وكان معايا بقى ممرضات. كنت انا بقى مع الممرضات نقعد يلا. ميرسي يا بابي. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع منهم عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا. تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجة تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هدية معاك انا كمان؟ هدية؟ جبتلك ايه البت الهبلة دي؟ ايه البت؟ اديها حقنة اديها حقنة. انا مش عايزة حقنة يا جدي انا عايزة هدية. بعدين عشان دماغي يلا يا ساتر. يا ساتر ايه؟ ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني. وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع لي هنا على ساكنه. اوكي انزل يا قرد انزل يا قرد انزل يا قرد. ها جدي اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو. درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه. ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ انا بابا انا بحب اللي هي الاوض القبلي دي يعني اتحسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات وساعات بتبقى بحري. وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا. وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول. انا بقى برجليها دي فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه دي قطه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم انا انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام خد تعالى. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي. جايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو. كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير. مش اديها كده اهو بعدين بتحط فك اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب بابا بس يالا بس يالا. الواد ده رخم قوي قوي قوي. دولا ده رخم يا بابا. والاول انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يالا. ليه انا؟ انا اتبسطت بيك. هات خد ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جد احسن ارفوسك. بابا زيتو بقى بابا زيتو. بس يا عادل انت انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جدو يا جد جودي يا جودة. تعالى ما اقولك ايه عايزه ايه. بصي يا بيضه يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير. فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. مصر. ايه اللي عندك؟ طب ما تروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها ما دام فيها لعب روحي. بص يا قطه انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنه والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميله زماليه يا غتي والمصحف.
هو انت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي، انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني، وانا دماغي بقى بتبقى جازمه قديمه. انا مره وانا كنت في المغرب وراكب الاتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره، كنت رايح ده لوبا، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا الخيمة يا بابا ست. انزل يلا انزل يلا العالم يقعد الشعبات على الاتوبيس يعني، وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لو ولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده والحمير جريت وهي مولعه. تخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ست رمزي. اي زباله، روحي هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوه؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطها ليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى، ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده. وانا دوله، ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دوله عيب يا دوله، انت هتخبى عليا يا دوله؟ ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمز السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دوله، ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دوله بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده. هو ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. آه كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على عم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ آه يا دولة دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسأل مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة انت هتحكي دلوقتي؟ اه قول يا دولة انا هسمع. بقولك يا دولة تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واهو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك. المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟
طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني، عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده، وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. اه طبعا، عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل؟ انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتمرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. ايه يا جد؟ ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر، حرام عليكوا حرام عليكوا. اه فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. اه عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ايه ده؟ ودي كام دي؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي، ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي، اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالنا اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت هاد انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قوليلي يا عبري. طيب يا حج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين الولاد بنت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. اه صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك، لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. اه بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ اه طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في بلكون شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر، بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. قوي قوي اجيبه، يا سلام، انت بس تجي لي يوم كده وانت لوحدك ما فيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟
ايه القدسة العبيطة دي؟ دي مش فاهمة ياض. لا بعكس كمو ميرفت، ما تقلقيش. ايه؟ يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بصي بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل. انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه يا جدو. يا جدو دي ب 20 جنيه وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعادة، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنفذ، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ كنت يا عمري زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم ايه؟ هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ اه والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانه دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا، مع ان بابي هيبقى بعيد عني لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. اه يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما إيه؟ ماما الحي في ايه؟ الحي ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ اه دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. اه عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بيني يا دغوف انت، ده الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشفت بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ وشوف يا سلام. وايه كمان يا جدي؟ يا رانيا يعني انا اعمل ايه لزفت الطين ده؟ ما انا رفضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه ترفض وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا احط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاصول؟ ولا غور من وش السعاده. ايوه يا رانيا قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه؟ وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص خلاص يا دولا، بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبول. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيرة يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 ايه دكتور؟ اي حاجة انعاش اي حاجة دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور كده يهبل يهبل حضرتك الاجزخانة اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسة. هربان من اهل العروسة؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اول امبارح. ما انا بتضرب من اول امبارح. مطرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يا سلام منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه يلا. عينيا دول يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، واسمك كريم ايه بقى؟ سعيد الكبير.
سعيد الكبير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. إيه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب المصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير، الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمزي روح هات صبغه تيود اجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه وجهك. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه تيود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى. اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسة والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رأيك فيها حاجة دي؟ لا 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 مفيهاش حاجة خالص. اي حاجة يمكن بس الكلمة اللي هي بتاعت زفوا العروسة تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفة او حاجة. او لسه ما قبضوش الجمعية فما معهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كتب الكتاب ويسافروا من بره بره على الفيوم مثلا ولا حاجة. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجة. احنا هنفكر لك. احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ سكات سكات، والسكات بيجيب سكات، والكلام يعمل مشاكل. الله يا استاذ ايه الجمال ده؟ ايه الحلقه انت بتعمل ايه؟ دي تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات بيجيب الله سكات. الله الكلام يعمل مشاكل. الله يا دولا. الله يا الله. ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. ولعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا. انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه تصلح لي يلا. تخاطر توارد. صح. مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ هاي قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت. التلاجه يخرب بيتك. اهلا وسهلا. الله. ايه 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 بس بس يا مساء الورق والحبر اللي اداله. يا مساء الحنجره اللي جابتنا ورا. يا صباح الاحبال الصوتيه ليلتكم مش معديه. ايه النعمه دي اللي رمينا على الارض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شويه قصائد كده عاملها لشويه مطربين اخرين يعني. ايه مطربين ايه بقى؟ انا اسيب الرئيس بيره واجي لك وتقول لي مطربين اخرين؟ معلش بيره بقى اللي انت دلقته ده انت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيده بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. بس تكون جامده وحراقه. حراقه؟ ايه ده؟ واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيدة بتاعت الحراقة قوي اللي اسمها حلبسة، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده يعني. اشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا يا دولا. الله الله. طب ما تسمعها لنا يا دولا كده اهو. ايه رايك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله الله الله. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اقول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو. الثانيه بقى راغي فيها. اسمع بقى. ها الله الله يا سعيد يعني فعلا. بص بقى. هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليك على غفله، وهبوظلك اي حفله، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله الله الله. يا نجم جاي على الجرح يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكره القصيده بتاعتي دي محتاجه ملحن كويس. لا يا نجم، اللحن ده بتاع انا. بتاعك انت اللي هتلحن؟ انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بيدر على فمها قالوا الغربه تردونا. مثل
عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعاد ناكل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فتة؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه انت اساسا؟ مش قافل الاولى تلحم ايه؟ اجي معاك. اتكلمش ولا اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر، امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي يعني، خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 عيون الجرح رموشي، حوشي 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 ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد يا ساكت، مين اللي جابك ياه؟ اقعد ساكت ياه. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ ليه وحشه 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 ازاي يا عم؟ انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه، ما انت ممكن الكلام في الاول ما يتقال ما تحسوش، عارف ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده، لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح، وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا يعني. يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولا. ايه ده ده حساس ايه ده؟ ايه فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دول، الله ما تقعدش تسال بقى عشان هتتكبس كل شويه. انا اسف معلش. هتتكبس. يلا دول يلا اسخن. حوشي 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 حوش عيون الجرح رموشي، حوشي 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 اوعى ايديك تلوشي، حوشي 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 حبي مش بلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعه بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه عايز قضيه؟ طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي انا اهو. يا سلام حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى؟ هنحوشها لحد تاني. حوشي دي حوشها لحد مطرب تاني. ماشي ماشي. هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسود مش هقول لك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي الاغنيه بتقول ايه؟ يلا 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 يلا. ولا مين اللي جابك معانا؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه. وهات وهات اهو اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. لا ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ ولا برضو اقرع زي البطيخ. حلوه قوي دي. حلوه قوي دي. والبرتقان مش كسر وممكن تعصره عصر. نصيحه من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقان. الله الله. هي دي هي دي. عجبتها دول عجبتها. الله الله الله. عايزه تلحن؟ ايوه طبعا. ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا يا هتسمع بس وانت هتكبر ومش هتتدرب تاني في الاغاني. يلا. انا لازم اخش من الدوب بعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سمع. يلا بقى دول. البرتقان الله الله. ولا عنب ولا رمان الله. ده تنفع تتر مسلسل دي؟ الله. بتقاطعني وانا بغني وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي 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 فيتامين سي 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 من غير طبلة؟ آه آه. طب يلا دول يلا نديها بقى. آه. نصيحة من فكهاني مصر. هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة في طبق تاني ينفع ليك. اقعد اسكت. اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع اسمع بقى. ماشي اسمع بدل ما اديك بمنافع عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا ولا هطلعك بره. اسمع اسمع. البرتقان البرتقان ولا عنب بقى ولا رمان، فيتامين سي البرتقان. كورال 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 قوي. كورال يعني ما امشي. كورال كورال كورال. يعني انتوا تغنوا ورايا. ماشي.
فيتامين سي. البرتقال. لا ده معانا. لا لا ماشي انسى انسى انسى. فيتامين سي البرتقال. والسكري البرتقال. تعال اشتري البرتقال احلى من الموز والرمان. يلا استنى استنى في دبانه جوه دول يا انت مش دبانه ده انا يلا يخرب البرتقال البرتقال ولا عنب بقى ولا رمان. دلع يا استاذ الحلاوه دي وقتولك يا سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار يا عمي؟ كله صباح الجمال. طب ايه ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله وحشتني. طب مني بقى قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال البرتقال. الله الله صغير بقى ولا رمان. الله 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 البرتقال والسكري البرتقال. تعال اشتري. الله عليك يا دولة عالكلام. اوعى كبير كبير. بص بص بجد يا سعيد يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده يعني. امتك بقى يا عم بقى عايزين سبوع سبوع طهور طهور حج عمر. ماشي ماشي يا عم عينيا ليك بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما اشوفش حاجه لغايه دلوقتي انا سعيد. انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه يا عالمين على بابا. لعلمك لسانك في ايدي انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كده. هون امال ايه السم في العسل؟ اعمل لك بقى طبق كده شويه عسل وعليه شويه سم بس اوعى تاكل منه التماثيل. يلا لا يا دول ما تخافش هما ما بيدونيش حاجه اصلا فانا مش هديهم حاجه. إيه؟ بص يا نجم دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم انا هعمل معاك واجب يا سعيد واقبل ال 200 جنيه. ودول بقى ابن عمي 200 جنيه من النقطه. كمان 200 جنيه من النقطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني عادي اوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى يا ابن عمي نصيبك من بوفيه ورك فرخة وحتة جاتوه. ورك فرخة وحتة جاتوه ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي. هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني خلاص. ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخة دي كده شطة ودقة وكده. يا عيني انت الفرخة بالنسبة لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجة تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه هتلاقي شوية عظم صغيرين كلهم برضو خلاص. ماشي يا دولة ماشي. انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فرين على طول. ايه يا ابني انت هو ده؟ ايه يا ابني انت هو ده؟ امال لو دخلت بوفيه بقى وتلاقيته خروف هتعملوا ايه؟ لا اوعى تدخل الواد ده على خروف حتى لو هو بتشوي هتلاقيه راكب على الخروف وفاكره ملاهي. ده غبي. اضرب يا ده اضرب. يا عم احنا مالنا من الكلام ده؟ الكتالوج بتاعنا افراح طهور والاغنيه بيبيع بعضها يعني. صح يا سعيد. يعني بص يا سعيد انت لازم تواكب العصر. يعني المطرب لعلمك بقى اللي بيعمل كليب ده اجره بيزيد 3 مرات عن المطرب اللي ما بيعملش كليب. صح يا دولة. ما الاجر اللي هيزيد احطه في الكليب طبعا. صح يا سعيد. يعني انت عايز تفهمنا عم سعيد ان انت بقالك 10 سنين عمال بتنحت بقى في ايه في اغاني وفي افراح وفي موالد وما حوشش حاجه. عندك حق يا دولة. الله بقى ده انت شاعر من الضرايب بقى. لا انا بقول يعني ان انت لو تطلع القرشين دول من الطبله اعمل لك كليب حلو هيفرق معاك جامد جدا. صح يا دوله. وان شاء الله بقى مين المخرج؟ صح مين يعني احنا الفنا ولحنا وهنيجي على الاخراج مش هنخرج. وبعدين هو المخرج بيعمل ايه؟ هو كل اللي بيعمله ايه؟ حط الكاميرا هنا وارقص يا بت اسكت يا واد وخلاص. ده انت قلبت المخرج دادا بقى. ايوه طبعا ما المخرج لازم يدادي الكل عشان كده بيقولوا لك المخرج هو اب العمل. صح يا بابا. اسكت بقى اسكت. على فكره الفلوس دي لو ضاعت هضيع معاها كمطرب. صح يا سعيد ممكن يضيع. بس بقى تلاقش يا سعيد انا هظبطك. يلا
قريبا التفاح في سوق العبور. بقول لك يا دوله، هو كليب الواد سعيد هيتذاع امتى؟ هيتذاع بعد اغنيه نانسي على طول. دوله يا كليب نانسي خلص. اكيد هيتذاع بعد اغنيه هيفا. دوله يا كليب هيفا خلص. اكيد بعد اغنيه مروه. دوله يا كليب مروه خلص. اكيد بعد اغنيه اروى. دوله يا كليب اروى خلص. اكيد مش عارف هيذعوه امتى بصراحه. قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي يا دوله، تابع انت الكليبات. ها مش فاكر هو فين؟ انت فين؟ تعال يا عم سعيد، تعال اتفرج معايا على الكليب بتاعك. كليب ايه يا عم الكليب انت؟ الشريط طلع فاضي، فاضي فاضي؟ فاضي ازاي؟ يبقى انا عمرو دياب كده بيحاربنا يا جدعان. دول كليب عمرو دياب خلص. وبعدين يعني يا عم سعيد انت زعلان ليه يا عم؟ اهو كليب وراح يا عم. تفرحوش فيا كده، حرام عليكم. ضيعت فلوسي كلها، حرام عليكم. الرحمة فين؟ بشرع مين؟ علي فيكم انتو بيديكم بتنزلون. الله، دنيا ما بتدومش والكل حيمشي. النهاردة فرح يا جدعان. النهاردة فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهاردة فرح يا جدعان. لقيت ماشي مش اتوقع، قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ بعد اذن سيادة. عادل عادل بليز سيلتو بلي انقذني. ايه اللي حصل حماتي؟ خير؟ ميراث اجدادي وتراث السابقين هيروح مني. لا 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 لا، ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجه. هو ايه الحكايه؟ فاهميني بس بالراحه كده. لا يا دوله، ما دام هيروح منها تعالى يا عم نقفل البازار ونروح ندور عليه. اصل ينتشوه. ولا ينتشوا ايه؟ انت مالك؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل البازار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل، الموقف بتاعي في تركيا هيضيع لو انا ما دفعتش 2000 جنيه. موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباص مثلا في تركيا؟ لا انا اللي هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتتفك. واقف يعني انت ليكي واقفه في تركيا وعايزه 2000 جنيه. لا يا حماتي، يعني منين اجيب لك ال 2000 جنيه ده؟ حتى الطابق مكسور. ورحنا حتى بعتنا الطابق ده يتلحم. عادل عادل ارجوك يا عادل، يعني انت بتشتغل في الحضاره وفاهمني. ايوه انا فاهم طبعا يا حماتي، يعني بالنسبه للحضاره وفاهم كويس قوي ان تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جدا، واثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار. طب دول هم كانوا راكبين ايه وهم رايحين المشوار ده؟ راكبين اتوبيس 183 يلا. اللي هو بيقف اول محطه عنده محطه الحضاره، وبعدين محطه العراقه، وبعد كده محطه الاصاله، وبعدين بيجرش بقى في محطه التراث. ده تلاقيه مكيف، ده اللي هو من 2 جنيه ونص باين. بس بقى لا، انا عندي الحجة اللي تثبت الكلمانات دي. هي دي الحجة؟ ايوه. بص دي صورة. دي صورة جماعية للعالم ولا ايه؟ دولة صورة. طب انا فين يا دولة؟ شاور عليا كده، انا مش شايفني خالص. تعالى الناحية دي كده، تعالى الناحية دي. بص ركز جامد يلا، ركز جامد. لا تعالى كده. طب المصورات فين طيب؟ ما دي الكاميرا الخفية يعني. ولا بس بقى بس بقى، ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه. ليكوا جزء فيه؟ ليكوا ايه مثلا؟ 3 كيلو سمك غير السلطات؟ والطحينه برضه دول بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه يلا، بس بيخرجوها خام وبعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها. طب وليه يكرروها دول؟ ما هي مره واحده وبعديها ينزلوا بقى بالسلطات الخضراء بقى. شتا. ولا تهزر يا حمادي، واقف انت بتستهبل؟ انا اسفين جدا يا حمادي، اتفضل. ده بقى البحر الميت، وبرضه لينا فيه شويه. ليكوا شويه في البحر الميت؟ ليكوا كام ميت على كده؟ يمكن دي التراب بتاعتهم دوله. ولا مش معقول بجد. اسفين جدا يا حماتي، وقت مش متربي وكل شويه افكره. ما تهزرش. طب بس الـ الجزء اللي فيه الميه، اما بقى الجزء اللي هو الارض. انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشره الجويه. دول انا مش فاهم، حاول على المسلسل ده. مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشره ده. مش معقول انتوا بتهزروا. احنا عندنا في تركيا اقله كده 200,000 مربع مكعب. 200,000 مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزر اهو يا حماتي. لا يا عادل، ده غير بقى
جبل برطمان خان بتاع جده. جبل برطمان خان؟ يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنى الجبل ده وبعدين حطه في برطمان ولا ايه؟ اصل هو تسلقه، وبعد ما تسلقه راح حاطط العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكاته. ايه ده ايه ده؟ طب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما بعلنش ان هو ممتلكاتي ولا حاجه. انت ما انت غلطان برضه يا رمزي، لازم تعلن ان هو من ممتلكاتك يا ابني، ما دام بتطلع طالع نازل طالع نازل. ها؟ لا لازم تسجله يالا في شهر العقاري عشان تسيب حاجه لعيال عيالك زي الهانم كده. عادل ارجوك يا عادل من فضلك، انت مش هتصدق النقله الكبيره اللي هنتنقلها كلها. ارجوك سيف ماي سولا جناتي. بص يا حمادي، فكره انك انت تحكمي تركيا ب 2000 جنيه دي مش وارده ومش راضيه تدخل دماغي خالص. لا ما هي ال 2000 جنيه دي انت مش علشان كده، ال 2000 جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي. يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسب، وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي. بص لو خسرت، وطبعا مش هيحصل، انا هبقى ارجع لك الفلوس دي من المعاش بتاعي بس بقى بالتقسيط. لا 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 لا، احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد، سيب لنا راحه. فلوسنا على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مال؟ طب ايه رايك بقى بالعند فيك يا رمزي؟ هسلفها ال 2000 جنيه. يا جيتري شونتي، ميرسي ميرسي يا عادل بجد. لا يا حماتي انت صدقتي ولا ايه؟ لا طبعا. عادل من فضلك انا عايزه ال 2000 جنيه دول في اسرع وقت. يا خالت مرانيا دولت مش 2000 جنيه، دولت 5000 جنيه، لما يجي لنا 2000 نبقى نديهم لك. انت بتخدمني ليه؟ بص يا رمزي ما تخدمنيش، ما تخدمنيش يا ابني، انت بتدمرني بتدمرني يا رمزي. عادل ارجوك يا عادل. بص يا حماتي يعني ماشي، انا ممكن اسلفك. هسلفك 2000 جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل حماتي. اوكي يا عادل، بس انا ليا بقى طلب اخير منك. انا عايزاك بقى تحضر معايا المقابله بتاعه المحامي بتاعي اللي اسمه العقر. المحامي بتاعك اسمه العقر؟ عينيا اذا كان هو العقر انا المفتح. قالوليلي يا ماما الساعة معاكي كام على توقيت تركيا؟ ليه يا سناء؟ معاد القهوة التركي بتاعتك ولا ايه؟ هو الديك الشركسي اللي هو التركي بيتربى في عشش ولا بيطلقوه كده؟ لا انا سمعت ان الديك الشركسي تمات وساب بقى العشش، بقت واقفة دلوقتي للفراخ البلدي. والفراخ البلدي دلوقتي قاعدة على نار. بكرة هتشوفوا أنا هبقى إيه وإنتوا هتبقوا إيه يا جربوعات. جربوعات مامي لعلمك بقى، تحدياتك تفتقد الواقعية، وعشان تبقي فاهمة الحقوق المنفعية بتتساقط مع التقاضي. مامي هو إحنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصيف في تركيا؟ بيان سور شيري، وتصيفي على البوسفور وتستحمي بقى على البحر على البلاج، وتلعبي في الجناين بتاعت قصر بتاع جده، وتركبي الخيل بتاع جده. الخيل بتاع جده؟ خيل الله ما جعله خيل. يا ماما انا الاوان بقى تفوي من الاسطبل اللي انت عايشه فيه وتعيشي معانا على ارض الواقع كده. حاضر يا حبيبتي. سناء وبعدين هيبه سناء. ايوه ايوه ثانيه واحده. مساء الخير. مساء الخير. مش دي عمايه 15 شقه الاستاذ عادل؟ دي عمايه 15 خير 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 خير. معايا جواب للسيده مجيده يقفت يوحي من تركيا. يوحي يا نهار اسوح، متشكرين. او انت حضرتك اسمك ايه؟ يامي يدا يا مدان. يامي يدا يا مدان، ده ابوه بينتقم منه. متشكرين قوي يا يامي. انت يقع. الله يخليك. اديني اديني ده من الافوكا بتاعي. اولا لا اولا لي اولا لا. الافوكا الافوكا هو اسمه ايه؟ المحامي العقر. ايوه العقر. ايوه مرسي. نشاطركم الافراح. غدا اصل على طاقيه اسطنبول القاهره ومعي مستندات ملكيه الوقف. اخيرا انا هاخد مستحقاتي. سيفيروم سيفيروم هي. ايوه طبعا يا حماتي، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتاكد منها طبعا. يعني
في المشمش يا ابني، في المشمش ما كانش حد غلب، ده اللي عنده بيت ملك بيلم ايجاره بالعافيه. انت هتاخدي وقف في تركيا؟ اه بقى الحكومه التركيه هتديكي وقف؟ يا حبيبتي الاتراك مش بالسهل كده. يا ماما امي على فكره انا بدات ارتبك، انا خايفه الموضوع يطلع بومبا وخايفه علينا من الصدمه. نو يا شيري اطمني خالص، لا يمكن يكون حاجه زي كده. انا بقى لازم دلوقتي احضر نفسي للسفر، ولازم احضر شهاده الميلاد بتاعتي، ولازم احضر الباسبور. حماتي معلش يعني انا اسف، بس حضرتك يعني متهيألي ان انت محتاجه دلوقتي ترتاحي. سيبيني الجواب ده، انا هدرسه واعمل كل حاجه، انت تخشي بس ترتاحي لغايه ما نشوف الحكايه دي ايه، صح ولا غلط ولا ايه. ها اوكي. خير؟ تخيل مين قاعد بره يعني وانا نايم كده؟ هو يا ما ينفعش ان انا اتخيل، ممكن احلم لك مين اللي بره. المحامي قاعد مع مامي، والوقف طلع واقع ملموس. الوقف طلع واقع ازاي يعني؟ يلا البس عشان تشوف. قوم بقى يا عسل. حاضر حاضر. مجيدة هانم، تحياتي وتهانينا لفخامتك. اوراق الوقف اهي. ميرسي. طب انا عايزه اعرف الورث المعنوي اخباره ايه؟ معنوي؟ مش فاهم. جده كان واخد لقب اجاخان، انا بقى عايزه ارجع اللقب ده تاني. والله هم عرضوا عليا يرجعوا الطربوش فقط، انا رفضت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العور محمد العور يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك من الورثه؟ اتفضل حضرتك. حضرتك انا مش من الورثه لكن زوج احدى الوارثات يعني حضرتك. وبعدين انا اعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي، يعني انا اللي بصرف على القضيه يعني بتاعت الورثه حضرتك. تشرفنا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يعني انا كنت عايز اسال بالنسبه للقضيه بتاعت الورث دي، يعني حضرتك لو انت ضامنها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني؟ ولو جت اصلا هنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها، مفيش حد يتصرف في ممتلكات بتاعه جدودي. مامي لو سمحتي اسكتي شويه. بعد اذنك يعني، بعد اذن حضرتك، الممتلكات دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقسمها جزئين، جزء منها نعمله متحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكره، يبقى ده فيه دخل ثابت بالنسبه للاسره. الجزء الثاني نقدر نبيعه وناخد فلوسه بقى. اوكي اوكي مفيش مانع. بني دي بني دي يا عادل، لكن على شرط ما حدش خالص يمسك ولا يلمس الشمعدانات بتاعه جدودي ولا طقم السنان بتاع جده. يا جماعه يا جماعه، احلامكم حاجه والاجراءات القانونيه حاجه تانية. اللي هيحصل كالتالي: مجيدة هانم اغا خان. حضرتك يا حماتي ليه متسرعه كده؟ هو مش بيقول لك حاجه مجامله، ده اسمك الجديد احفظيه بقى، مجيدة هانم اغا خان. حضرتك هتعملي لي توكيل كامل وشامل ومتكامل. هاخد التوكيل واطلع بيه على تركيا، افور الليله في السريع واجيب الفلوس بتاعه الوقف واجي على طول. تفور ايه حضرتك؟ حضرتك محسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل. حضرتك سمحت ما تتدخلش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عاقمه الامور وخيمه. عاقمه الامور؟ اسمها عاقله الامور يا ماما، انت بس بتقولي اي حاجه. رانيا رانيا، انا مش مطمن لحكايه التوكيل دي. يا متر انا عملت لك التوكيل من امبارح. الله عليكي، كده بقى كل الاوراق المطلوبه معايا. اطمني يا هاني، كلها يومين اتنين والوقف هيبقى معاك. حضرتك يا باشا مش مطمن مش كده؟ ماشي اتفضلي يا هانم، انا مجهزه والله والله مجهزه. شيك بمئة الف جنيه. تبقي تردولي لما تستلمي الوقف. ما تقليش ما تقليش بالعزه يا جماعه بالعزه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ. اتفضل حضرتك. اي لاف يو اي لاف يو ميت اي لاف يو ميت يا حبيبتي يا تركيا. باي. ده الموضوع بجد ولا ايه؟ والله يا ماما شكله بجد. انا قلت من الاول كان ليا نظره فيها، مجيده دي هانم هانم بنت هوانم. ابتسامتها ضحكتها مشيتها نضارتها. ما تقفريش نضارتها من العتبه اصلا. بقولك ايه يا حبيبي، خليك معاها لغايه ما تخلص الورق، دي زي مامتك برضو. طبعا طبعا يا ماما، انا هخش لها دلوقتي عشان اشوف ايه الاخبار وكده. يلا يعني. يا حبيبي يلا. خش لها بقى. يلا ربنا معاك. مجيده هانم هانم. مين؟ أنا ابنك عادل. أنا مش مخلفة أولاد. أنا جوز بنتك عادل يعني حضرتك. افتكرتك افتكرتك، ادخل. متشكر قوي متشكر جدا يا ماما. ينفع أقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش؟
أوه أديل، أنا طول عمري وأنا بحلم إن يكون عندي ولد، بس أكيد مش بالمواصفات دي. معلش بقى، يعني هو اللي موجود يسد وخلاص يعني. وكان نفسي إنه يبقى فارس زي جده. عارفة حضرتك، أنا كنت هقدم في كلية الشرطة، بس في الاختبار بتاع الشرطة وأنا بجري رجلي اتلوت، بس كنت هبقى فارس يعني. يا حرام يا حرام، أنا العموم أنت شاب ظريف ولطيف، وممكن أسمح لك إنك تبقى ابني. ربنا يخليكي. بصي، أنا مش جاية أتكلم في الألفين جنيه اللي أنت واخداهم مني، يعني برغم إن أنا يعني اللي بدأت، يعني أنا البداية يعني. تري جونتي تري جونتي أديل، يعني أنت مش عاوزهم ها؟ لا طبعا، هو في حساب بين أم وابنها يعني. يا ماما أنا جاي النهاردة وخايف عليكي. من إيه يا أديل؟ يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاية، المرحلة صعبة جدا، لازم هتكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات، يرد على التليفونات الأرضية، يقابل الناس، يشوف الأوراق وكده يعني. تتصور تتصور يا أديل، أنت عمرك أطول من عمري، عشان أنا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده، وكنت هنزل كمان إعلان في جورنال دو جيبت. لا جورنال اللي تنزلي فيه إعلان، ما أنا هو حضرتك. على العموم يا أديل، أنا مش هلاقي حد أحسن منك. ربنا يخليك يا ماما. أبي عادل؟ لا أبي عادل إيه، قولي أخويا عادل. أنا أخوك يا ماما. والله يا أبي التأخير ده كان بسبب الزحمة، وأنا ما كنتش مع أولاد في سينما ولا حاجة خالص. لا سينما إيه وأولاد إيه، ده أنا حتى لو شفتك بعناية مش هصدق. معقولة أختي بتروح سينما؟ وروح سينما عادي يا ماما، تروحي سينما عادي بجد؟ طبعا، يعني انت خلاص بقيتي شابة ومن حقك تكسبي بعض من الحرية يعني. ميرسي قوي يا ابي عادل. قلنا اخوك يا عادل. عادل عادل عادل، عايزة اخش المجيدة. ايه الكلام الفارغ ده؟ اول حاجه حضرتك دلوقتي غلطتي غلطتين، وانا اسمي الاستاذ عادل مش عادل، لان انا اللي بشتغل عند مجيده هانم. ثانيا هي مجيده هانم مش مجيده. ثالثا ما ينفعش تخش يا ماما، ما ينفعش يا سيدي. نبقى نخبط قبل ما نخش. انا ما بتكلمش على التخبيط، المسائل دي كلها بتبقى بنظام، حضرتك لازم تاخدي ميعاد ونشوف لك ميعاد ونشوف هينفع تقابلك ولا لا اصلا يعني. حاضر يا عم المدير، حاضر يا سي المدير، اجي امتى؟ انت مصعبها كده ليه؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ ما تيجي تشتغلي شغلتي يا ستي. الله، وانا بقبض اوانطة؟ لا 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 يا هانم، انا ما احبش حد يدخل في شغلتي. حاضر يا بيه، حاضر يا بيه، اديني ميعاد وخلصني. اصبري بقى اما نشوف ميعاد، يمكن ما نلاقيش مساء ولا حاجه. اصبري. اهلا 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 اهلا. ميرسي. ما في واحد دخلت اهو بمنتهى البساطه. انت مالك واخده ميعاد بقالها 4 اشهر؟ اصبري اصبري اصبري، هنشوف لك ميعاد. انا ما احبش حد يستعجلني، لا اما اجيب لك يا ام يا ام يا عم. نطقت 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 طبعا. انت كنت فين يا ام؟ كنت في الحمام. دول في ام يروح الحمام؟ انا اسف يا فندم. شوف الناس اللي عاملين شغب دول. اتفضل. ولا حاجه، اجي امتى؟ تعالي بعد 3 اشهر واطلعي انا في الصاله شويه. خلاص يلا ما تشوحش. اوعى كده يلا. ما تروحش في اي حته ثانيه يا ام. حاضر يا فندم. ايه ده راح على فين يا حاج؟ حبيبتي وعايزه اراضيها. حبيبتك وعايزه تراضيها وداخله كده هو بسهوله؟ لا يا هانم، لازم تعدي على الجهاز. الجهاز يا ابني اهو. دولا جهاز ايه؟ الجهاز يا دولا اكتشف الشنطه دي. جهاز هو اللي اكتشفها؟ اه. ما باينه في ايديها يا غادي. دي هديتي. ايه اللي موجود هنا اهو في الشنطه؟ هديتي لحبيبتي عبايه. جايبه لها عبايه؟ معقوله يعني؟ معقوله مجيده هانم هتلبس عبايه؟ بعد اذني خدي العبايه بتاعتك واتكلي على الله. عادل حبيبي، ده انا امك حبيبتك. ده انا امك حبيبتك، ما ينفعش الشغل يا ماما ما فيهوش. انا امك حبيبتك، عايزه بيتي يتخرب قولي لي ده انا امك حبيبتك، لكن انا مستلم شغل يا ماما وانا المسؤول عنه يا ماما. امك. ام ام تمام يا فندم. ما اعرفش. يلا معاد يلا يلا يا حاج. ايه يا ام؟ يا ام انا اسف يا دولا. انا اسف يا دولا؟ امن واحده معديه من عندك كده؟ امال انت امن ازاي يا غبي؟ على فين يا هانم؟ جيتي حبيبي، انا رايحه اودي ماما هديه هابي فالنتاين في عيد الام. هابي فالنتاين في عيد الام في يونيو؟ عليا ده انتوا بتتعاملوا مع اذكى جهاز حد واقف قدام الاوضه دي. امال ايه؟ ها بعد اذنك اتفضلي وبطلوا تماحيك يا بيبي. بليز مفيش بيبي، انا هنا مش بيبي، انا هنا في الشغل. الشغل مفيهوش بيبي.
أم أوكي يلا يا أم ياسمين يلا طب. يلا حبيبتي يلا يا جماعة عيب بقى يا جماعة عيب بقى يا أخوانا خلوا عندكم كرامة خلوا عندكم احترام لذات نفسيكم يعني لازم يكون عندكم فين كرامتكم فين كرامتكم عادل أيوة يا هنا البستياغ جاهز؟ جاهز الباتروم الحمام أيوة أنا قلت إيه الباتروم أنت عملت إيه؟ أيوة يا فندم جاهز إن شاء الله وبإذن الله ربنا يكرمك كده ويبقى حمام الهنا يا فندم وادي الشبشب أهو أبو وردة وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فندم ميرسي ميرسي رشيته بالديتول رشينا ديتول عملت الأدوية بتاعة الحشرات عملناها طب ولا شربتها يالا عملناها يا فندم وغاية وغاكي طب كورس كورس يا دخلة على باب الحمام وكل حد عليك خوخة اهلا 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 ازيك يا استاذ عقل فين مجيدة موجودة يا فندم يا اهلا وسهلا أنست وشرفت ونورت والله يا وش الخير تفضل يا عقري باشا تفضل أهلا وسهلا منور ثانية واحدة أنده للهانم مجيدة هنا مجيدة هانم بسرعة أم اضبط الناس مجيدة هانم اتفضل يا مجيدة هانم العقري باشا في انتظار سعادتك ميرسي ميرسي Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, maître B. اطمني جايب لي كام مليون معاك؟ انا جايه هانم ومعايا مليون زومبا وزومبا. تحبي تاخدي عن زومبا الاول؟ معقولة يا فندم غيروا العملة في تركيا وبقت بالزومبا؟ دولا يبقى اديني بقى ربع زومبا مخروم اعملهم دلي هنا أرجوك أرجوك يا متر يعني اشرح لي أحسن من كده شوية حاضر يا هانم يا هانم الحكومة التركية أصدرت قرار بإنشاء كوبري علوي يربط ما بين إسطنبول البلد واسطنبول العاصمة بس خليهم يستفيدوا برضو يا فندم من تجربتنا يعني شوفوا مثلا الكوبري الدائري اللي بيقعد يلف ده ومحدش بينزل منه في النهاية ده هايل لما جم يبنوا الكوبري عدى على الأملاك بتاعة الوقف بتاعتك فأملاكك كلها والوقف بتاعك بقى منفعة عامة نعم يا أخويا منفعة عامة يعني يلا خد بيتك يعني ما فيش وقف يا هاني وأنا بصراحة اتشائمت من القضية بتاعتك دي عشان كده أنا قررت ما مسكش أي قضايا خاصة بتركيا دي عشان حكاية البكابار اللي بيعملوها ولعلمك بقى أنا مش عايز أتعامل القضية دي ولعلمك تاني بقى أرجوكوا ما تروحوش تصرفوا الشيك لأن ما فيش رصيد أنا كنت مستني القضية دي حسبي الله ونعم الوكيل فيك الله يخرب بيتك يا مجيدة بقولك ايه بشعر الاسد اللي انت عاملاه عمالي فيها ايه الملكه انا ريمان ما تقلعي البتاع ده والألفين جنيه الألفين جنيه لا اما مش هيحصل كويس